احنا قلنا احنا الصف الرابع الابتدائي مادة الرياضيات الترم الأول، الوحدة التانية الدرس التاني اللي هو بعنوان المضلعات. خدنا المرة اللي فاتت الشبه المنحرف ومتوازي الأضلاع. النهاردة هناخد ايه؟ شكل جديد اللي هو اسمه المعين. ده هو متوازي الأضلاع بالظبط، لكن فيه ميزتين خلتني أسميه المعين. ايه هما الميزتين دول بقى؟ بيقولي أول حاجة هرسم القطرين بتوعه عشان نشوفهم عاملين ازاي. ادي القطرين، اللي هو القطر ده اللي هو بيصل بين نقطتين غير متتاليتين كده، وابتدي اسميه ده الف ب ج د. ماشي يمنى يمنى، ماشي. طيب كنت بقول لك ده شكل اسمه المعين، هو برضو شكل رباعي وهو متوازي الاضلاع، لكن في ميزتين اتنين خلتني اقول عليه ان هو اسمه معين. ايه هو ايه هما الميزتين؟ قال لي اول حاجه كل اضلاعه متساويه، تساوية. كل اضلاعه متساويه، يبقى دي اول ميزه. متوازي الاضلاع لا، ما كانش كل اضلاعه متساويه. فاكره ألف ب بيساوي ب جيم بيساوي جيم دال، الدال بتبقى عاملة زي الهمزة كده بتساوي ده الألف. دي أول ميزة فيه، خلاص. طيب إيه تاني ميزة؟ قال لي القطران متعامدان. القطران، فاكرة العلاقة بين مستقيمين؟ شكل المتعامدين عاملين إزاي؟ لو بصيت للقطرين بتوع المعين هلاقيهم هم نفس شكل الايه؟ المتعامدين، عاملين اربع زوايا قائمه، برضو بينصف كل منهم الاخر، وبرضو غير متساويين زي المتوازي لكنهم متعامدين. ماشي، تعالي نفتكر شكل المتوازي الاضلاع كان عامل ازاي. متوازي الاضلاع، هل ده كل أضلاعه قد بعض؟ لا، ده كل ضلعين بس قصاد بعض هما اللي متساويين، ينصف كل منهما الآخر. لا أنا بتكلم عن الأضلاع، يعني ده مثلا قلنا قد ده وده قد ده، لكن الأربعة قد بعض لا، في واحد طويل اللي هو بالأحمر ده وده قصير، خلاص تمام كده. طيب هل القطرين متعامدين؟ لا، بيعملوا زاوية حادة هنا وزاوية منفرجة هنا. تعالي بقى نبص لشكل المعين. المعين قال لي الميزتين اللي فيه ان كل اضلاعه قد بعض، ده قد ده قد ده قد ده، والقطران مالهم متعامدين عاملين زاوية قايمة، خلاص كده. يبقى دي الميزتين اللي في المعين، قطران متعامدان وغير متساويين. ماشي، برافو عليك. ده اللي هو مين؟ المعين، خلاص كده عرفنا الميزتين اللي فيه، كل أضلاعه متساوية والقطرين متعامدين. تعالي نخش بقى على الشكل الجديد، الشكل الرابع. الرابع هو المربع. لا لسه شوية. المربع، المربع، لا لسه شوية. مستطيل، برافو عليك، صح. الشكل الرابع المستطيل. انا عندي المربع او قبل المستطيل. ماشي، انا بجيبهم لك بالترتيب عشان يبقى سهل يتحفظ، خلاص. ده المستطيل الشكل الرابع، تمام كده. المستطيل، المستطيل ده هو برضه متوازي الاضلاع بس فيه ميزتين اتنين. تعال نشوف الميزتين اللي فيه.
بسمي ده مثلا ألف وده ب وده ب وده د. ايه المستين اللي في المستطيل؟ قال لي اول حاجة كل زواياه قائمة او فيه زاوية قائمة، ما دام دي زاوية قائمة يبقى اللي قصادها زيها، يبقى اللي بعدها قدها، لان الاتنين اللي ورا بعض بيبقوا 180، فدي 90، تبقى دي لازم كمان هي كمان 90. خلاص كده يبقى اول ميزة ايه؟ كل زواياه متساوية. قائمة، متساوية وقائمة، برافو عليك. خلاص، طب دي أول ميزة. تاني ميزة إيه؟ قال لي تاني ميزة إن القطران مالهم متساويان. القطران متساويان، ألف جيم بيساوي ب د، تمام كده، ألف جيم بيساوي ب د، تمام كده، ألف جيم بيساوي ب د. ثانية واحدة أرد على التليفون ده. ماشي، طيب قلنا القطران مالهم متساويان، يبقى المعين كان القطران، القطران متعامدين وكل الأضلاع متساوية، لكن في المستطيل القطران متساويان وكل زواياه قائمة. ناخد بقى آخر شكل المربع. ماشي، المربع الشكل اللي فات اللي هو كان مين؟ كان المعين، فاكرة؟ فاكرة كان شكله عامل ازاي؟ ولا اجيبه لك تاني؟ اهو. لا انا قصدي كان ليه المميزات بتاعته كده. المميزات بتاعته القطران متعامدان وغير متساويان، كل ضلعين متقابلين متساويين، جميع اضلاع متساوية في الطول، القطران ينصف كل منهما الاخر. القطرين متعامدين وأضلاعه متساوية، خلاص كده. والمستطيل الأضلاع متساوية والقطران متساوية في الطول، وكل ضلعين متقابلين متساويان، جميع أضلاع متساوية في الطول، القطران متساويان في الطول، قطران ينصف كل منهما الآخر، قطران متعامدان، جميع زواياه متساوية في القياس، وكل منهما زوايا قائمة. طيب ماشي تمام، ناخد بقى الايه اخر شكل اللي هو المربع. المربع اهو ده شكل المربع. بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي المربع ده، انت فاكر قلت ايه على المعين من شوية؟ اقول له اه فاكر، انا قلت على المعين، فاكره قلنا على المعين ولا لا؟ قلنا عليه قلنا ايه المميزات بتاعته خلتنا نسميه معين. خلينا نسميه معين، ايه؟ كل ضلعين متقابلين متساويين. لا قلنا كل اضلاعه متساويه، ألف ب بيساوي ب جيم بيساوي جيم دال بيساوي دال ألف، صح؟ وقلنا عليه إيه تاني؟ قلنا القطران مالهم متعامدين، فاكرة؟ متعامدين ده كان مين؟ كان متساويين. المعين. لا ما قلناش إن هما متساويين، معين ما كانش متساويين، خلاص كانوا متعامدين بس، كان عامل زاوية قايمة كده وده زاوية قايمة كده. خلاص، فالقطرين متعامدين. طب قلنا ايه على المستطيل؟ قلنا ان كل مستطيل زواياه جميع قائمة، زواياه متساوية في القياس،
ليها قائمة، كل زواياه قائمة. طب قلنا على ايه كمان حاجة؟ قلنا القطران مالهم متساوية، القطران متساوية ماشي كده. الحاجتين اللي انا قلتهم على المعين والحاجتين اللي انا قلتهم على المستطيل هم دول بتوع مين؟ المربعة. يعني الأربعة دول هم بتوع المميزات بتاعة المربع. ايه بقى مميزات المربع؟ كل أضلاعه متساوية. خلاص؟ ده قد ده قد ده قد ده، كل زواياه قائمة. ماشي؟ دي قائمة ودي قائمة ودي قائمة ودي قائمة. القطران متعامدين. القطران متعامدين، عاملين زاوية قائمة، عاملين زاوية قائمة. آخر حاجة القطران متساويين، ده قد ده قد ده قد ده. يبقى دول الخمس أشكال بتوعنا. خدنا إيه في الخمس أشكال دول؟ خدنا متوازي الأضلاع. متوازي وبعدين الأضلاع وشبه المنحرف والمعين والمربع والمستطيل. ماشي، جاهزة نحل عليهم التمارين؟ ده يلا بينا.